طيب قبل ما نختم طبعا يعني بيراميدز والمصري هما الاثنين صراحه حاجه تشرف وكره عظيمه بيقدموها في الكونفدراليه. طبعا النادي المصري سريعا طبعا يعني اكيد يعني انتصار الذهاب كان مؤثر على مباراه الاياب. ماتش سهل ما فيش ادنى مشكله انت تكسبه برده بسكور كبير. الفكره كلها كانت عن نادي بيراميدز كان عنده مباراه صعبه جدا جدا بعد النتيجه السلبيه والاداء السلبي اللي قدمه هنا في مصر. قدر ان هو هناك في الجزائر يعني يستغل الضغط الجماهيري ويقلبه لصالحه. شفنا الشوط الثاني مش كان بس ممكن يكسب 1-0 زي ما المباراه انتهت، لا كان عنده فرص يخلص 3 و4. بس طبعا بنبارك لنادي بيراميدز على اولا النتيجه واكيد طبعا على الاداء. اعتقد ممكن نشوفهم يعني هما الاثنين بيوصلوا لادوار بعيده، هما الاثنين اقوى ان شاء الله. واعتقد برضو النادي المصري بالذات مع كابتن ايهاب جلال اكتسبوا خبره كبيره في البطوله دي، وباذن الله باذن الله نشوف مصر وبيراميدز متقدمين في الادوار الجايه.